الله معكم. انطلق من السجن بعد ما كسر قيود عبودية الخطية ورجع على السجن حر ليحرر المساجين من قيودهم ويعرفهم على اللي كان سبب وبطل تحريره وسبب فرحه وسلامه الداخلي بعد ما كان شاب محطم ومغمس بالرذيلة من سرقة، نقمار، مخدرات، جنس وتعدي حتى على العالم لقاء أجر. مارون راجح ما تركته إيد الرب مع أنه هو ترك الرب اللي كان يخدمه على هيكله بطفولته، بس لأنه من جوا من قلبه طلبه وكان عنده توق ليلتقي فيه. مارون رح يشهد للحياة بهالحلقة الليلة. أهلا وسهلا فيك مارون. بداية بدنا نرجع شوي لأيام الطفولة. بعمر 10 سنين سرقت، ليه؟ كنت أول شيء مثل ما كنت خبرتك كنت أخدم بالكنيسة، بقى كنا أولاد كذا نروح نخدم مبسوطين كثير إنه عم نخدم بالكنيسة. بعدين كان في حدا رفيقي أنا هو معه مصاري، أنا كان ما كيكون معي دائما مصاري، أهلي مش كثير يعطوني مصروفي أنا وصغير. شو كان بيك يشتغل؟ كيف كان وضعكم بالعائلة؟ بيي بيشتغل دهان موبيليا، بس نحن وصغار يعني كافيكم دهان موبيليا بيقدر يكفيكم. مزبوط. أول فترة يعني أول فترة من طفولتي كان كل شيء تمام، بعدين رجع صار شيء مشكلة مع بيي بالشغل، وقف شغله، بقى هون شوي دهورت أمورنا المادية. إيه بقى صرت أنا لأنه كنت كمان ساعد الوكيل عد المصاري بالكنيسة، هون كانت أول مرة باخذ من الصينية مصاري. كيف فكرت فيها يعني؟ هيك لما فكرت بالقصة إنك تاخد، شعرت بخوف، بندم، بذنب إنك عم تعمل خطية؟ يعني اللي بيخدم بالكنيسة أكيد قد ما بيسمع الخوري بيحكي بيعرف إنه هي غلط. مزبوط، أكيد كنت أعرف حالي إنه عامل غلط، كل واحد بيعمل غلط بيعرف حاله إنه بيعمل. وتخاف؟ أكيد كنت خايف. وتعملها؟ طبيعي كنت أعملها. مزبوط. قد إيه أخذت بتتذكر؟ ماشي 5000، مش انه هي مش على القيمه، هي على الطريقه، على الفعل. بس هالطريقه صارت ادمان، ما حدا اكتشفك بالكنيسه انك عم تسرق؟ بلا، وقت اكتشفوني بطلت. ما قال لي مش انه بطلت يعني تسرق من الكنيسه؟ بطلت من الكنيسه صح، بس بلشت بالبيت. 100%. كيف صارت بالبيت؟ من اهلي، من اخواتي، من ستي الله يرحمها توفيت. يعني وين ما تشوف في جزدان على جنب او شيء او جارور فيه مصاري تاخد منه؟ مش هيك، أول شيء بالبيت، يعني مش إنه وين ما كان، كبالبيت من بعد الكنيسة. بعدين رجعت صرت هون بلشت كمان أشرب شوية الكول على الخفيف. مارون يعني شو المشاكل اللي بالبيت اللي عم تخليك مضغوط؟ هي صار عندي ضغوط نفسية بالبيت، كبرت شوية مسؤوليتي، صار بدي أهتم أنا بخيي الصغير وهيك، وأنا كان بدي مين يهتم فيي. بسبب ظروف عائلية؟ بسبب ظروف عائلية. مزبوط. نعم. لقيت إنك تشرب يعني بتفرفح بتنسى، هل أدمنت على الكحول؟ كأول فترة كنت أفكر إنه هيدا هو الشيء اللي رح يبسطني ورح يخليني أفرح وهذا الشيء. ما حدا قال لك إنه بيأذي لك خلايا دماغك؟ هي كأول فترة ما كان حدا كثير يعرف، يعني ما كنت كثير أسكر، يعني أول شيء أنا وصغير كنت أشرب هيك مثلا. أول ما بلشنا كنت أشرب، بعدين صرت أخذ حبوب أعصاب. حبوب أعصاب؟ هيدا هيك بلشنا بسن المراهقة؟ مزبوط. ليش يعني هيدا بيوصفوه الحكمة عادة، أو بياخدوا حدا بيكون منهار أعصابه، يعني في عنده وساوس براسه، أفكار سيئة وسلبية، أنت ليش لأي سبب؟ في ناس بيتعطوا بصير مثل كأنه مخدرات، وأنا هيك كنت أستعمله من هالناحية. لهالدرجة وصلت حالتك انه بدك شيء يسطل لك راسك او هيك يخليك هامد؟ بأي عمر عم نحكي؟ 14. نعم. كان عم تنتحر؟ مزبوط، اصلا كثير فكرت بهذا الشيء. فكرت تنتحر؟ نعم. طب ليه؟ شو اللي هالقد مزعلك يعني؟ هو لانه بس بلشت انا اول شيء مخدرات صرت شوي شوي صرت تحس بيأس، تفوت بنفق 100%، بتصير يأسان، بتبطل يعني، بتصير انه خلص بطل لها معنى حياتك، بتصير كل همك كيف بدك تتعاطى مخدرات، كل همك كيف بدك تسكر، كل همك كيف بدك تأمنهم حتى وانت بلا شغل، كيف بدك تشتريهم. صح. وانت كنت معلم على السرقه، اضطريت شي مره تسرق لتجيب لحبوب الاعصاب او مخدرات؟ لا، بس تعزت من المصاري. هلا بخبرك شو عملت. شو عملت؟ بس تعزت تجارت بالمخدرات، بس هيدي بعدين. بس عزت بلشت بعد 8 سنين تعاطي. كنت اشتغل، انا بلشت شغل انا وصغير. نعم. تركت المدرسه؟
أول شيء كنت عم بشتغل بالصيف وأتعلم بالشتاء. بعدين تركت المدرسة. أي صف؟ وصلت للكاتريان. ماشي يعني ما تعلمت شيء. مزبوط. ليه ما كنت تقدر تحفظ؟ أنا وصغير كنت شاطر، بعدين أبسطة بلشت على المخدرات والألكول. ما عادش تركز. خلص بطلت، أصلاً بطلت فكر بالدرس. يعني صار مخي بغير شيء كلياً يعني. صرت فكر كيف بدي أتعاطى، فكر كيف بدي أسكر، فكر كيف بدي أظهر مع البنات. طيب هون اللي ما اللي منه مارق بتجربة مماثلة لإلك، لما بتقول حضرتك إنه عم فكر كيف بدي أمن لمرة تانية مخدرات أو كحول لأشرب، لما عم بتشوف حالك عم بيجيب لك يأس مش سعادة، عادة بيشجعوا فيه بعضهم الشباب بيقولوا لهم بصير عندك طاقة قوية، قدراتك الجنسية بتقوى، بيشجعوه بهالطريقة ليبيعوه. بس أنت عم بتشوف العكس عم بيصير معك، ليش تكمل؟ بتكمل هو لأنه أنا بسميها فتت بنفق مظلم اللي بتفوت من المخدرات، وكل اللي بيتعاطى مخدرات هيك بيصير فيه، بيصير عارف حاله عم يعمل غلط، وعارف حاله إنه الشيء اللي عم يعمله، وبده كل يوم بيقول بدي أوقف مخدرات. بس ما بيقدر يوقف لما يصير يتكل على حاله. لما واحد يتكل على حاله خاصة بالمخدرات كتير صعب يطلع منه. يعني في كتير أشخاص بعرفهم بفوت بيعمل كير مثلا أو بيوقف فترة بيرجع، بيضل هيك يوقف يرجع يوقف يرجع، لأنه خلص صار إدمان. بدك شيء حدا أقوى، شيء كتير قوة تقدر تشيلك من هذا الشيء. طيب مارون، ذكرت أنه حتى كان عندك هم أنك تقيم علاقات مع بنات، علاقات جنسية. اللي ما عنده ثقة بنفسه ويأسان كيف بيقدم حاله لبنت بأي طريقة؟ يعني انت شو الإغراء اللي بدك تقدمه لهالبنت لحتى تحبك وانت من جوا ما عندك ثقة بنفسك؟ مزبوط، ما انت نفس المشكلة اللي عندك اياها رح تلاقيها عند بنات كمان، مشان هيك بتصيروا بتتفقوا. بتروح عند نوع البنات اللي هن مثلك اللي عايشين بنفس الطريقة. اكيد نعم، وهيك بتصير. يعني مثل ما انا مثلا كنت اتعاطى، اللي اظهر معهم بيتعاطوا او بيحبوا مثلاً علاقات الجنسية. هيك كانت كأول فترة. نعم. أو إذا كان في بنت مثلاً يمكن تكون منيحة مش هيك، بس ما نكمل أصلاً هديك شهر جمعتين هيك كانوا يعني. ولا علاقة تكمل أكتر من هيك؟ لا بوقتها يعني هي بير بس لعلاقة جنسية 100% حيوانية غرائز صح، مصلحة، ما في عواطف أبداً. عاطفتك انشلت صح، بتقول انشلت بسبب كل القصص الإدمانية والرزائل اللي عم بتعيشها. المخدرات بكتير يعني أهم سبب بقصة العواطف، يعني ببطل عندك قيمة لا للكبير لا للصغير، ببطل عندك أول شيء قيمة لحالك، خلص بتصير إنه dead man walking إذا بدك. يعني الإنسانية بتموت فيك، بتعيش كحيوان تقريبا هيك، يعني بس للغرائز بدون تفكير. صح، بس لشهوتك وللغرائز، هاي هي بس. نعم، بس هم كيفك تعاطى. الزنا كان يحسسك بعقدة ذنب أكتر، يعني كأنك عم تنغمس أكتر بالوحل، ولا كان لا يحسسك إنه بعد بدك أكتر؟ بوقتها لا، كنت فكر حالي عم بعمل شيء منيح، أنا الرجال فحولي جنسي وبظهر مع كذا بنت، والبنت اللي بدي إياها بقدر أوصل لها وكذا، وتخبر رفقاتك عن هالعيب. أكيد نقعد نخبر بعض شو عملنا، يعني الرفقات أكيد اللي مثلي يعني اللي كنا بوطة مع بعض. نعم، تخبر بعض شو عملنا وكيف ظهرت معها ومدري شو. أنتي فكرت تنتحر؟ كذا مرة. يعني بأي ظروف؟ شو يصير معك بالضبط؟ أوقات مثلا كون متعاطى كتير، أوقات كون ما معي مصاري بدي أتعاطى، أوقات يعني بكتير أمور. مثلا أوقات في مرة عملت حادث وتركت شغلة وما كان معي مصاري، سيارتي مصفوفة تحت البيت بدي صلحها ما فيني صلحها، وبدي أتعاطى وبدي ألعب قمار وبدي أسكر وبدي أظهر مع البنات. يعني عرفت كيف؟ تخيل كله بده مصروف، بده مصاري، كله بده مصروف وانت مش قادر تأمنه. مين علمك على القمار؟ ليش كمان هيدي الرزيلة الجديدة فتت فيها؟ كمان يعني البوطة اللي كنا نمشي مع بعض بتصير، ما هي بتبلش أول شيء بشي صغير، شوي شوي بتصير تكبر. شو يعني شيء صغير؟ تبلش إنه تلعب مثلا ترنيب على رهن مصاري؟ لا، هي أول شيء أنا مثلا بلشت كنا على رأس السنة نلعب 7.5. قال هيدا تقليد بيجيب الحظ، هو شر مطلق. صح، إنه يا باطا نشوف حظنا لهالسنة على أساس هيك. تمد أول شيء على أساس مرة، تمد شهرين، هيدي قلة الإيمان. شوي شوي بعدين 4-5 أشهر آخر شيء صرنا كل بعدين السنة بعدين تصير إدمان، كل السنة بدك تلعب قمار 100%. طيب ولما تخسر وما فيك تدفع وعم بتراهن وما فيك تأمن الرهن، شو بيصير فيك؟ يعني بعرف أنا في ناس بيلعبوا معكم بيكونوا مثل العصابة، يعني ممكن يأذوك إذا ما دفعت اللي عليك. أنا ما صارت معي هاد، وأصلاً كنت يعني ألعب قد ما معي، بلي معي بلعب. بلي معك. هون هيدي الفترة قدي كان صار عمرك؟
هي ضلت لعمر 24. طيب قبل ال 24 قلت لي بلشت تفكر تاجر، مين عرض عليك هالفكره؟ هي قبل ما تاجر، خليني ارجع شوي، لانه المخدرات وقتها بلشنا اول شيء قلت لك حبوب اعصاب، بعدين صارت سيجاره حشيشه مثل بصيروا الاولاد يتحكوا عرضوا عليك؟ ايه، وسيجاره وما بياثر وما بتقدمين عليها وما ادري شو، انا هيك بلشت كمان مثل كثير من الناس هيك ببلشوا، وبليز كثير انتبهوا لهذا الموضوع. بقى شو على اساس انه سيجاره وبتقطع سيجاره، صاروا اثنين كلهم بيقولوا على الحشيشه ما بتعمل شيء وما بتقدمين وساعه اللي بدك بتتركها، ترى بيقنعوا بعضهم بهيدا لحتى ينتقلوا لمرحله جديده ويبلشوا يبيعوا. صح، انا هيك صار فيه، وفي كثير اشخاص بعرف، واكيد انا فتت بالدومان اذا بدك، ما بعرف شو بدي اسميه، بالنفق 10 سنين يعني، بعرف الوف الاشخاص واكثريتهم اذا مش كلهم هيك بلشوا، بقى سيجاره حشيش، بعدين صرنا ماريجوانا، بعدين بلا ما نقعد نعدهم هلا كل انواع المخدرات صاروا يجروا اكيد يعني، كل فتره شيء كل فتره شيء، وكل دوز معين بعدين بصير يزيد زين. طيب لما قالوا لك خد سيجاره حشيشه ما بتعمل شيء، طيب عملت او ما عملت، شو كان حاشرك تجربها مثلا؟ هل كان في اغراء معين بيقدموه مع السيجاره؟ يعني بيوعدوك انك رح تشعر بمشاعر مختلفه لحتى انت تقتنع تاخذها بدل السيجاره؟ اكيد اللي بيجي بده يكون مجربها، بيقول لك كثير بتنبسط وبترتاح وبتنسى وبتحس حالك طاير، هو بده الحكي يعني، بيقدموا لك هول الاغراءات، بتصير تقول اف انت هيدي هي هيدي اللي بتخليني مبسوط، لانه بتكون اصلا عندك مشاكلك وهمومك وزعلان. طيب بالمقابل ما كنت تسمع قديش في ناس عم تتعذب من وراء الادمانات؟ بلا، لانه في توعيه كثير هلا بهيدا العصر عن المخدرات. مزبوط، يعني انت بتسمع اثنين ونقيت الشر. اكيد، اي انا بارادتي انا اللي غريب الانسان، ما هيك؟ 100%، يعني بيعرف الخير وبيعرف الشر وبينقي الشر بكل شيء، بالقصص الصغيرة بالقصص الكبيرة، مين ما بيعرف الخير من الشر. طيب صار معك أزمات أو عوارض جسدية أو دماغية لما وصلت لمثلا ماريجوانا؟ صرت كتير عصبي قبل، أول ما فتت بالمخدرات خلينا نقول، مش قصة مادة معينة، لأنه كل المواد كلها يعني مش إنه كلهم ما بيسوا، بقى صرت كتير عصبي، صرت مشكلجي، صرت إذا حدا حكاني فوق بوجهه، أهلي يحكوني سبلهم. انتزعت علاقتك بأهلك؟ بكل شيء انتزعت علاقتي بأهلي، ما عاد عندك احترام لأمك ولا بيك. صح، بتجاوب بتشتم؟ مزبوط، حتى مرة هجمت بدي أضربهم. بدك تضرب أمك؟ أمي وبي لهالدرجة. طيب بيقولوا يعني بيقولوا بعض اللي بيتعاطوا مخدرات إنه مش بوعينا، مزبوط ولا هيدي بتصير أخلاق؟ هلا هي بيكون بميلة مش بوعيك، لأنه المخدرات بتبقى مسيطرة عليك، بميلة ببطل عندك أخلاق، قلت لك بطل عندك خلاق، بطل عندك قيم، بتصير انت مفكر حالك انت شيء كبير شيء مهم، اللي بيتعاطى شو بيصير يقول عن غيره؟ قال هيدا مثلا راسه مش تمام، اللي ما بيفهم لي راسي. انه انت شيء احسن بكثير وعندك انت عالمك، وهو هل قد بتقوى الثقه بالنفس؟ ما بعرف اذا بتتسمى ثقه بالنفس، ما بتتسمى ثقه بالنفس بس انه ايه بتصير انه خلص انت عندك عالمك، عندك النايت لايف تبعك، عندك حياتك الاجتماعيه خلينا نقول، رفقاتك كلهم مثلك مثلهم، هيك بتصير خلص بتصير. شو اصعب تركيبه مخدرات جربتها؟ الفري بيز. شو هيدا؟ هيدا الشيء بتحرقه كوكايين، هو بيطبخوه بطريقه معينه كنا نطبخهم، وبتحرقهم بتحرقه وبتصير بتتعاطاها. يعني بتشمها؟ لا مش شم هذيك. شو عوارضها؟ مش انا عوار، بتصير بتضلك يعني، مثلا اذا بتبلش معك اعتبر 100,000 دولار بجيبتك بتحطهم، 100,000 دولار بتضلك تحرق تحرق تحرق، مخك بيوقف بتبطل تفكر، فيك تشتغل فيك تركز فيك تشوف ناس فيك تطلع مع ناس عاديين؟ اكيد لا، بوقتها لا. ما هي شو بيعملوا كل اللي بيتعاطوا فري بيز؟ يا بتكون باوتيل، يا بتكون بشاليه، يا بتكون باوضه لحالك، بتضلك وقتها ما تقعد لتخلص الكميه اللي معك تقدر ترجع تفله، بس تفل بدك ترجع، هي لانه بتصير كثير اب يعني بتصير. شو اللي بيشجعك ترجع تاخذها مره ثانيه؟ ما بعرف. ما بتعرف. هل بتسبب لك جسمك يمكن بيصير يطلبه جسمك مشان. هل بتسبب لك افكار شر، تقتل تضرب تتعدى على الناس؟ ما بعرف اذا المخدرات بتخليك توصل هيك ولا انت لانه افكارك بيكونوا، بس بوقتها كثير بتفكر، اصلا ما بتفكر غير بالشر. ما يعني بتفكر، ما بتفكر بشيء خير ابدا. لا، كانك دخلت ابليس على حياتك. 100%. صح. طيب شو قصه انك تصير يندفع لك لتضرب عالم؟ ايه فتت بعصابه يعني؟ كنا او بتوتكم صارت عصابه؟ كنا عصابه نحن يعني، كنا كذا شخص
بعدين كنا أول شيء نتعاطى، بعدين صرنا نتاجر. نعم. صرنا نجيب مخدرات من البيع، بعدين صار يجيبوا لنا مخدرات لأنه صرنا كبرنا كثير يعني. كبرنا كثير. بالشر وبالغلط يعني. هالعصابة شو عملت يعني؟ ليش تتعدوا على الناس؟ تسرقوا أو؟ لا مش سرقة، بتصير إنه نحن قوايا. إيه. وكذا كذا شخص نحن. أو وسط على حدا شي مرة؟ لا بس كنا نحمل سلاح أوقات نشتغل بالسلاح. يعني تبيعوا سلاح؟ بيع سلاح. وشي مرة بالضرب أذيت حدا؟ أكيد. مستشفى يعني؟ فيها هيك. مغفر درك؟ فتنا كذا مرة بس كنا واسطة هيك. ما تخاف؟ إنك شو عم تعمل بحياتك؟ لوين عم توصل؟ بلا. تفكر فيهم؟ بس هيك لا يعني بس أفكر لحظات. فيها سكتها بالمخدرات أو بالألكول يعني تصير بك تهرب من هذا الشيء يعني أول شيء بلشت أنت عم تهرب. عم تسكت ضميرك. إيه عم تسكت صوت الله خلينا نقول. أنت أول شيء بلشت عم تهرب من مشاكلك بعدين كترت مشاكلك صرت عم تهرب من مشاكلك صرت عم تهرب من اللي عم تهرب منه وهيك بتجر. يعني بيهرب الشاب من مشاكل عادية بتكون للمخدرات. بعدين بصير بده يهرب من وجع المخدرات ومعاناتها لأكثر لليفل أعلى بدل ما يهرب للخير بيهرب لشر مطلق. مزبوط. وبيفوت بهالنفق المظلم اللي أنت عم تحكي عنه. نعم. كم مرة قعدت لوحدك وبكيت؟ ولا مرة بكيت. هالقد قلبك كان محجر؟ بس تبكيت تغيرت حياتي. نرجع. ليش انلقطت؟ لقطت تجارة مخدرات. توقفت بتجارة المخدرات. كنت أنا وشخص إجوا كرمال ياخدونا أخدونا على المغفر وأخدونا على حباش. حدا من أصحابك علمك تبيع كيف التاجر؟ نحن بنصير نتعلمها يعني أنت بتصير تشتري من التاجر ما بدأ يعني حدا يعلمك عليها. ما بدأ أسلوب شوي. بتصير أنت تعلم حالك تقنع حدا جديد يتعرف على المخدرات كي. أو زبونات بيكونوا من المدمنين أصلاً. هي أصلاً أقوى واحد بالماركتينج اللي بيعمل يعني إذا بدك تقنع الشخص ببرودوي معين بكون بتستعمله. أنا كنت أتعاطى يعني خبرهم اللي بحسه خبرهم اللي بعيشه أنا شو كنت فكر أنه هذا الشيء منيح ما أجي خبرهم أنه إيه وكتير حلوة وبتنبسط وبتحس بشعور حلو وبتنسى الدنيا هودي الاخبار يعني وبتصير انه عايش بسلام وبفرح اكيد حجر عثر على غيرك ايه اكيد اخ شو بدي اقول هيدي معاناة بحد ذاتها صح وعسنين ضليت هيك عسنين ضليت هيك على 10 اكثر من 10 سنين نعم قدي ديب قلب امك وبيك عليك كثير امي كثير كانت تبكي وما تترجاك يعني هالتوسل تبعها ما يحنن لك قلبك لا يفل من البيت أصلاً كنت كتير أقعد برات البيت يعني إذا أجي بس تنام أو تتحمم أو تأكل كنت روح مثلاً وقت اليومين ببرات البيت كنت تعرف إنك برا. إنسان ضايع ضال ولا كنت شايف حالك طبيعي لا أكيد مش شايف حالي طبيعي ولا كنت فكر إنه أنا بلا بمحل أوقات كنت فكر هذا الشيء إنه بس آخر شيء صرت شو إنه مثل كأنه راضخ للأمر الواقع إنه خلص أنا إنه هيك أنا حالي إنه أنا هيك وهيدي حياتي وأنا بدي ضل هيك وبدي أعيش هيك وشو يصير أنا حالي إنه أنا الشيء اللي عم بعمله صح صح والناس هن اللي غلط بس هو بوقتها ما بتحس فيهم بعدين بس تطلع منهم صرت أرجع أفكر وعيد حساباتي أنا كيف كنت أفكر كيف كنت أحكي شو كنت أعمل بس أشوف غيرك كمان بالمخدرات بتصير هي مزبوط أنا هيك كنت أفكر مثله هيك بتصير ترجع لورا بتصير ترجع لورا ترجع مارون ولا بنت من اللي كنت صديق لإلهم وكان في علاقة جنسية بينك وبينهم جربت ترجع لك حياتك للصح أو تطلب منك إنه تتغير وتتجوز وتأسس عائلة يعني ولا حتى علاقة عاطفية قدرت تحنن لك قلبك على حالك على المقلية؟ لا أنا أصلاً ما كنت فكر أنا بهالشيء وما كنا نوصل أصلاً لهالشيء يعني قلت لك أكبر علاقة كانت بوقتها شهر ونص هيدي إذا علاقة طويلة وأنت ما يشفق قلبك على البنت اللي كمان ضايعة هيك بهالشكل؟ إذا مش عم بشفق على حالي بدي أشفق على غيري 100% قديش تجارت بالمخدرات فترة طويلة؟ لا مش كتير تقريبا شي سنة أو سنة ونص يعني ما لحقت تعمل مصاري؟ عملت بس كلهم كان يروحوا مخدرات ونسوان وطعاتي وأمان هذا مثل بيقولوا مال الحرام بيروح على الحرام صح يعني إذا كنت مثلا وقت طلع $1,000 $2,000 بالنهار أصرف بالنهار؟ بنهار بتطلع مصاري كثير بس هذا اللي بيغري يعني تجار المخدرات اكيد لانه بيطلعوا مصاري كثير بس بتصرف اكثر من اللي عم تطلعهم
لانه بتتعاطى ولانه عندك قمار، بصير ما بتعرف كيف المصاري عم تكبها. بابسط شغله مثلا بتروح على مطعم اعتبر بتصف سيارتك، بدل ما تدفع مثلا 5000 بتدفع 20 دولار. اه بتصير كريم كمان. مش لانك جايبهم بلا تعب 100%، بتصير تكب هيك انه يلا انت الخواجه. ليه ما جربت تعمل شغل مثلا؟ ما كنت فكر بهذا الشيء، ما كان هدفي اعمل شغل. وما تعلمت اي شيء بهالفتره كلها؟ لا اشتغلت يعني كثير مصاري، تركت المدرسه واشتغلت من شغله لشغله تنقل. صح. واخرها تجاره مخدرات، وما عم بتفكر تعلم مصلحه تثبت فيها؟ لا ابدا، يعني بس فكر كيف بدي طلع مصاري. يعني مثلا اذا عم بشتغل عندك بتعطيني انت 200 دولار بالشهر، بيجي واحد ثاني بيقول لي انا بعطيك 300 بتركك بروح لعند هذاك. يعني بس هدفي طلع مصاري، مش انه بعدين شو بدي اعمل بعدين. لا مش هيك كنت فكر. نعم. كيف انلقطت؟ كنت عم بتاجر لقطوك ولا حدا دز عليك؟ لا كنت مع حدا بالسياره جايين تاخذوه، بياخذوني انا كمان معه لانه شافوا بالسياره مخدرات. في دزه؟ في دزه بيقدر يعرف انه في دزه، بس انه كانوا جايين كرماله مش انه كرماله، بس مش كنت انا وياه. بس لقطت معه؟ لقطنا انا وياه. بالتحقيق اعترفت؟ لا ما اعترفت، بس كان تليفوني معهم وصار يجوا اشخاص. شافوا التسجيلات الصوتيه؟ اجوا اشخاص كمان. لا ما كان في تسجيلات صوتيه. نعم. اجوا اشخاص قروا عني، قالوا انه بيشتروا مني مخدرات كذا واحد، وهذا الشيء اللي خلاني انه مكموش معي مخدرات، وناس اعترفوا علي. قدين حكمت؟ 5 سنين. هيدا الوقت تبع اللي بيكون عم بيتاجر مخدرات. مزبوط. مش المتعاطي. ايه يا ثلاثة متعاطي بيطلع خلال اشهر من 3 إلى 5. صح. طيب بالسجن صار في حدث عظيم معك، رح نحكي عنه بعد ما نريحك ونسمع الترتيلة سوا. اوكي. قبل ما تفوت على الحبس الرب استفقدك لأنك ابنه بالنهاية، كيف تعملت مع هالإشارة؟ هو الرب كذا مرة استفقد لي بس أنا ما كنت أسمعه، بس في أكتر مرة هيك استفقدني فيها رح خبرك إياها، لأنه قعدت تقريبا شي 9 أشهر من بعدها ما أتعاطى مخدرات. بس كان في مشكلة عملتها هلا بقول لك إياها. كنت أشتغل بفرن، كنت أشتغل 11 ساعة من 11 لل 11، بقى في حدا سوبرفايزر هو من زحلة بيطلع كثير على حريسها وبيصلي كثير وهيك، كان يقول لي انه انا دائما كل ما اطلع انا وحدا على حريسها بتتغير حياته، انه العذراء بتغير له حياته، بصير يصلي بيرجع من جديد وهيك. هو كان يعرف شوي انا شو اعمل. انا ما رد عليه كذا مره، قال لي انا اقول لك حاجه تحكي شو عم تقول لي ومدري شو. هونيك مره قد ما لج علي قلت انا يا عمي هدا اطلع معه. بعد الشغل خلصنا الشغل طلعنا بالليل، وصلنا على الكنيسه الصغيره اللي تحت الشخص، فتت جيت بدي صلي ما اعرف صلي. لبانة ما أعرف أقولها. من وين بدك تعرفها؟ ما تسلك زمان تارك الله. يعني هيدا الشيء كتير أثر فيه إنه أفلع الدرجة. طب بالبيت ما كانت أمك تصلي قدامك أو بيك أو يعلموك إياها؟ بالمدرسة بنتعلمها. أنا بعرفها، ما أنا هذا اللي ضايقني إنه أفلع الدرجة أنا وصلت. يعني هون مثل كأنه حدا شبقني كف إنه إيه لك قديش بعدت لهالدرجة. إيه شو عملت؟ كتير ضايقت، طلعت في هودي المبرومين والشجرة بالنص برا، قعدت على وحدة منهم وصرت أبكي. قد ما كثير تضايقت ما بعرف شو صار لي بوقتها. ضايقت من حالك؟ كثير ضايقت من حالي انك ما بقى عم تعرف حتى تصلي لله. مزبوط. ايه مجيت هون قلت لها للعذراء اذا بتساعديني اوقف، لا اذا بتخليني ارجع اعرف صلي بوعدك انه بوقف مخدرات. خلصت هالجمله قلت عم بتشارط كمان. ايه ايه لبقلة. قلت الأبانة بس لخلصت ضليت من بعدها 9 أشهر ما اتعاطى مخدرات. وشو عاد صار؟ بس شو صار بهال9 أشهر ضليتني امشي مع نفس البوطه، هني قاعدين عم يتعاطوا انا قاعد اتفرج عليهم. قمار ضليت العب، الكول ضليت اشرب، كل شيء ضليت اعمله عادي، بس الا بس المخدرات وقفت. لخبرك ليش ما ثبتت؟ لانك اول شيء التوبه كانت ناقصه، ما اعترفت،
ولأنك ما قدست وما تناولت جسد يسوع، لأنه بيقول الرب يسوع: من أكل جسدي وشرب دمي ثبت فيا وثبت فيه، بيصيروا واحد. فأنت هول كلهم ما قريت الإنجيل، ما وظبط على الصلاة يوميا اللي هي غذاء للروح، هول كلهم سبب ما يخلوك تثبت بتوقيفك للمخدرات. فكنت أنت جاهز ترجع تنتكس مرة تانية، وانسجنت، دليل على أنه رجعت تاجر مخدرات وانسجنت. بالسجن شو صار معك؟ بالسجن أول فترة ما رح الحبس ما بيخليك أنت أصلاً ما فيك تقعد بلا مخدرات، وكمان قاعد بحبس ما عم بيوصل لك مخدرات، ما يمكن تضرب راسك بالحيط. أول فترة كنت بعدي عم فكر بس أطلع كيف بدي أرجع تاجر، وأكثر من قبل أنه هلأ أنا اختبرت وصرت أعرف كيف بيشتغلوا هني وهي. بعدين في مرت عمي كانت رايحة هي وأمي لعندي زروني، كنت بالقبة أول شيء، برمت كذا محل حبسة طرابلس، بعدين أخذوني على القبة حبسة طرابلس. بقى بالتياب كانت حطت لي تسعوية سانت ريتا. نعم. وشو هالتسعوية؟ فيها مراحل كيف بتصليها، لانه لو ما هيك ما كنت عرفت تصلي. نعم. وهي بتطلب انه الرب بشفيع دسريتا يعطينا نعمه التوبه تتغير حياتنا. وانا مرت عمي كانت تصلي وهيك، بقى اخذتها قالت لي امي في كتاب حطيت لك اياه مرت عمك بقلب الكتاب تبقى اقرا. قلت لها انا اوكي، ولا فكرت شو هو يعني. طلعت بعدين بالاوضه اللي كنا فيها كان في نظام هناك، الساعه 10 بيطفوا كل شيء الا محل ما انا نايم في نواصه بضلم ضواي تقشع أقرأ. تقدر تقشع تقرا يعني، اكيد الله هو اللي حطني خلينا الضوء كان حط لك ضوء كمان لتقرا بالليل. مزبوط. اول نهار صرت قريت اول شيء تشوف كيف لازم صليها وهيك، صرت كل ليله قبل ما انام عمده 9 ايام صليها، كل ليله ابكي اتذكر الخطايا اللي اعملها واندم عليهم. يعني هون اذا بدك كان المطهر او كان ربنا عم بيطهرك من كل الشر اللي مساكن فيك. مزبوط. ضليت هيك على 9 ايام. من بعدها هذا البكي اصلا غسيل، نشكر الله على النفس. إيه. انا بقول هيدي نعمه، نشكر الله عليها. إيه. من بعدها دغري يعني الله هون بلش، الله كمش لي ايدي وعم بمشيني، هون بلشت تشوف ايد الله كمشتني. هيدا قولك المعاناه بالسجن خلتك تصدق وتوثق بالله؟ لا مش المعاناه بالسجن، لانه في كتير بيفوتوا بيطلعوا بيضلوا مثل ما هن او اضرب من مكانه. صح. بيتعلموا جوا اشياء جديده. مزبوط. لانه انا اخذت قرار انه بدي اتغير، ولانه خلص اتكلت على يسوع وسلمته حالي، ولانه عرفت انه بإرادتي ما رح اقدر اعمل شيء، لانه كثير جربت قبل وقف بإرادتي ما قدرت ما تقدر ارجع اضرب من ما كنت لوقتها ما تعرفت على يسوع وسلمته حالي. هلا بس اول فتره ما كنت اعرف فيهم هون طبعا. ايه بس بعدين بترجع بتصير ترجع لهم، لانه بعدين صرت اكتب هلا بخبرك. بقى كان في راهبه بتفوت هي من مرشديه السجون، علمتني كيف صلي الورديه، اعطتني اول صلاه تعلمتها صلاه الورديه بعد التسعوية، اعطتني مسبحه وكتاب الورديه الازرق، صرت كل يوم صلي. تخيل انا قاعد بسجن القبة، اكترية مش مسيحية، كنا 3 أو 4 مسيحية وانا الادمي فيهم، كانت هونيك كلهم هن قاعدين انا قاعد عم صلي وكلهم عم يطلعوا يا مش عم يعمل هذا وشو بيصير، يقولوا انه جيت جاي على الحبس تصلي وتعمل قديس ومدري شو. بس انا كنت بغير دنيا يعني، خلص بلشت شوي شوي اتقرب من يسوع اكتر، صرت كل يوم صلي. بعدين قدست مرة واحدة هونيك بالقبة، بعدين بينقلوني على رومي. برومي بتعرف على راهب، هلا هو المرشد الروحي، كتير ساعدني وبعده عم بيساعدني لهلا. معه اعترفت لأول مرة من بعد سنين، يمكن بحياتي كلها ما اعترفت. كيف تجرأت؟ ما بذكر، ما بعرف. عم لك خبرته كل شيء بلا خجل؟ أكيد خبرته كل شيء. أكيد أنا بقول مش أكيد، يسوع هو اللي كان عم يشتغل فيه، الروح القدس هو اللي كان عم يعطيني النعمة. لأنه أول اعتراف بيكون صعب كتير. صح. وهي هو بده يكون اعتراف كامل، يعني عم تتذكر كل خطاياك من طفولتك لوقت ما أنت عم تعترف. مزبوط. هلا بوقتها في خطية واحدة ما اعترفت فيها، لأنه ما كنت عارف أصلاً إنه هالقد كبيرة، اللي هي الإجهاض. لأنه في بنت حبلت منك وأجهضت؟ مزبوط. هاي جريمة قتل. صح. للأسف رجعت أكيد لما وعيت روحياً اعترفت فيها. مزبوط. بعدين بعد أنت طلبت منها تأجهد؟ ما طلبت منها ولا قلت لها لا، يعني ما قلت لها لا إيه ولا لا، حتى ما صدقتها، مش ما صدقتها، ما كان بدي صدقها. أنت ما كان بدك صدقها؟ ما كان بدي. بس هي أكيد ما كانت عم تكذب. أكيد. ليش؟ لأنه أنت كنت تعمل علاقات كتير وكاملة. مزبوط. ولا مرة بتقعد بينك وبين نفسك بتفكر أن أنا قتلت ابني؟ بلا. شو بتحس؟
بزعل وبتضايق، بس انه خلص شو بدي اعمل. يعني عن جد شيء كثير صعب، بس انه يعني مش بس يعني كل اللي عملهم كثير ندمت علي وعملها، وكثير بكيت وكثير تضايقت. لو ما هيك اصلا ما قدرت ارجع امشي مع يسوع، وما امني هالفتره معه ليسوع. بس تقعد بينك وبين نفسك ترجع لك كل هالذكريات؟ اول فتره كانت ترجع، هلا اذا رجعت خلص انه صار شيء من الماضي، ترجع بلا مشاعر مش مثل الاول. بالاول صح. كنت توجعك اكيد هيدي نعمه يسوع بحياتك هلا، انه بخليك تتذكرهم لما بقى ترجع لهم وتعرف انه شو عملت غلط، بس بالوقت ذاته ما في هذا الالم الفظيع اللي كنت تحس فيه. اصلا لو ما تخطيتهم ما قدرت امشي مسيره مع يسوع. ايه بقى من بعد هذا الاعتراف كثير ارتحت، مثل كانه هم وشلطه عن ظهري تال وراع عن كتافي. ايه وصار يتابعني، هو صار يقول لي كيف اقرا بالانجيل، صرت اقرا بالانجيل كل يوم. بعدين جاب لي تفسير عن الانجيل، قال لي صير جيب لي دفتر وقلم، قال لي اكتب يومياتك. صرت كل يوم اكتب يومياتي، كل يوم صلي المسبحه. ضليت هيك على فتره، بعدين صرت شجع غيري بالحبس كيف يصلوا. ويعني بتخيل انا وين كنت، شوف يسوع شو عمل فيي، قديش قلب لي حياتي 180 درجه. تتصور بلا نعمته للرب يسوع كنت قادر لك خلق تقرا بالانجيل، لك خلق تضرب حالك على الصلاه، لك خلق تعمل المسبحه. يعني اوقات في ناس بتعلمهم على المسبحه ويقول لك ما قال لي جلال اقعد كرر وعيد وصلي لشو، خلص بحكي كلمتين بيني وبين ربي. انا ما بيعرفوا قيمه المسبحه الورديه، ما بيعرفوا قيمه الانجيل. انا هلا بهاللحظه او بهالمرحله من حياتي ما بتخيل حالي بلا يسوع، لانه اذا بلا يسوع انا اكيد يا ميت اوفر دوز، يا اما بالحبس، يا اما عامل جريمه قتل، يا اما ميت. ما فيني كلهم واردين هون، كلهم اجوا على لانه اصلا كنت عايش فيه. كنت عايشهم. ايه قد ايه بدي تموت اوفر دوز؟ ما هي شو لحظه ثانية معك سلاح، قد ايه بدك تتقوس حدا ثانية؟ يعني كل حياتك كانت معقوله تقطع بهودي كلهم سوا. كيف قطعوا عليك الخمس سنين دهر؟ شو مشاعرك والافكار بتصير تجيك جوا؟ يعني كل يوم بسنه بتحسه. نشكر الله اني فتت على الحبس. شوف شو عمل فيي يسوع، وعن جد بقولها من كل قلبي، لانه بالحبس تعرفت على يسوع، بالحبس تغيرت حياتي. عن جد نشكر الله. يعني شو بدي اقول، يعني شيء كثير حلو كنت عايشه بالحبس لانه مع يسوع. كنت حس برا كنت فكر حالي بحريه، بالحبس مع يسوع يلي هو بأسوأ محل معقول الانسان يكون فيه، حبس بتعرف. يعني اللي انت كنت مفكره حريه بحياتك مطلقه طلع. كانت عبوديه ادمان. صح. ولما فت على السجن مطرح ما لازم تكون مقيد تحررت نفسك. مزبوط، اخذت الحريه. حيث يكون روح الله هناك تكون الحريه، وفعلا هيك انا كنت اعيشها بالحبس. من بعدها صرت اعمل جروب صلاه بالحبس. كيف قبلوا معك يصلوا؟ اول ما بعرف الروح القدس، حسوا حالهم بحاجه. الروح القدس اكيد، لو ما هني بحاجه ما اجوا، ما اقتنعوا معك. مزبوط، والروح القدس كمان كان عم يشتغل. وانا كيف كنت جيب الاشخاص او كيف كنت روح لعند الاشخاص بالقداس، نكون عم نصلي اطلب من يسوع دلني على حدا اعزمه ليجي يصلي معنا. هيك صارت علاقتك بيسوع؟ هيك لهالدرجه اكيد، علاقه شخصيه معه. شو حلو. ايه واخر القداس روح لعند حدا قل له يجي تعزمه. ايه اعزمه يجي. في كثير اشخاص كنا نصلي سوا وهيك لفتره معينه، بعدين منعتنا الدوله نصلي لانه فكروا عم نعمل خلايا او شيء هيك. ايه منعونا، وقفنا مع بعض جروب. بس انه ضليت انا بنشاطي، ضليت احكي مع الاشخاص. كنت هناك بالمكتبه في فتره، استلمت المكتبه في مكتبه بالحبس، اذا حدا بده يجي اعطيك يقرا وهيك انا اكتب له. وكنت ساعد تنحضر الكنيسه ونخدم بالكنيسه. جربت تتعلم شيء بالحبس؟ بيعملوا دورات؟ عملت مهنيه بيعملوا؟ لا مش دورات مهنيه، بيعملوا مواهب فنيه بينموها كل شيء. مش كثير، حتى تمثيل يعني الى حد ما. نعم الى حد ما، يعني مش كثير بيعملوا. هلا بالمره ما عم يعملوا شيء بالحبس. نعم انا لانه برشدية السجون وبعرف. انت عمتين طلعت؟ طلعت بال 2015 1/3/2015. دي كان عمرك؟ كان عمري 28. 28 سنة لما طلعت ونسمت هوا الحرية، شو أول شيء فكرت تعمل؟ أول شيء فكرت فيه أطلع على حريسة، وهيك عملت. زرت العذراء دغري من الحبس على خلاص نفسك. من الحبس على حريسة أول شيء عملته. صلينا وشكرت الله على كل شيء ورجعت نزلت على البيت. مين الشخص اللي من بعد ما تبت
بكيت لأنك حرقت له قلبه على حياتك. كل الأشخاص اللي وصلتهم على المخدرات، أهلي، البنات اللي ضايقتهم، كل الأشخاص يعني اللي عملت معهم شر أو اللي كنت معهم تصرفت معهم مش منيح بشكل مباشر أو غير مباشر، كلهم ندمت على اللي عملته يعني. وإذا اللي شفته أنا أكتريتهم ما شفتهم، بس أنه بيني وبين حالي صرت أطلب منهم أنه يسامحوني. أمك شو قلت لها؟ أكيد أمي كذا مرة قلت لها تسامحني وبيي. أصلاً وقتها تغيرت أنا بالحبس، صار معي شغلة، تنرجع شوي للحبس، صار معي شغلة بالحبس في محل بقلب الحبس، بيقولوا له بمبنى محكومين مواجهة عائلية، بتقعد كيف هالقاعد أنا وياك، بونك بالنص، طاولة بالنص، وبونك هون بونك هون، نقعد هيك بنحكي عادي. بقى قاعد أنا وأمي وبيي وخيي الصغير، قاعد عم بحكي أنا وخيي، أمي وبيي ماشي هيك قاعدين عم يتسمعوا، كانت أول مرة بيسمعوني عم بحكي مع حدا خاصة مع خيي. بقى عم بحكي أنا وياه، بعد شي 10 دقايق بهيك بلوعي بتجي أمي بتقول يا عمي معقولة هذا ابني مارون اللي عم يحكي؟ تخيل لأي درجة شو حلو تغيرت هالقد يسوع غير ترشده لخيك؟ ايه صرت عم بحكي وكذا تغير شو حلو ايه لهالدرجة تغيرت. مجد الرب. أكيد نشكر الله، هو اللي عمل كل شيء بحياتي وبعده لهلا عم يعمل ورح يعمل. هو مسيرة حياة على فكرة، كل يوم بيومه يعني صح، علاقة شخصية لتنتهي. هو النفس اللي بنتنفسه كل يوم لنضلنا عايشين، كمان مثل ما روحك بدها تضل حية بدها نفس الرب يسوع يضل فينا. غير هيك انت هلأ بمرحلة جديدة، كيف قدرت تأسس حالك لترجع تنخرط بالمجتمع وترجع تكمل مستقبلك المهني؟ شو لقيت شغل وكيف دلتك ملتزم بالصلاة؟ هل التجأت لجروب صلاة أو أنت أسست جروب صلاة؟ يسوع كمان أول ما طلعت كان محضر لي كل شيء مرة. أول شيء كنت بدي أشتغل، أنا بدي أشتغل شو ما كان. أكيد ارتحت شوي أول فترة، شي شهر شهر وشوي ارتحت. بعدين قلت أنا بدي أشتغل شو ما كان، في حدا يجي بيقول لي إنه بقدر شغلك أنا سيكوريتي. قلت له أنا أوكي. دلني على وين الشركة وقال لي روح قدم هناك سيفي وقال له إنه بدك تشتغل، أصلاً أنا حكيهم راح يهتموا فيك وكل شيء. قلت له أوكي. بنهار اللي رايح قبل ما أطلع بدق لي ابن عمي، بيجي بيقول لي في شغل فورمان تشتغل؟ قلت له فورمان؟ شو يعني فورمان؟ لهالدرجة ما بعرف شو يعني فورمان. قال لي شو بدك؟ خلص أنا بساعدك وبعلمك وهي. قلت له أنا أوكي، هلا أنا جاي أقدم سيفي سيكوريتي. وبطلع أنا وطالع بمر عليك. قال لي هلا اليوم بدي أشوف أنا المهندس وراح أقول له إنه راح تجي. قلت له أوكي. طلعت حكيت مع المهندس، قال لي بدك أنت تشتغل؟ قلت له إيه. قال لي أوكي شغل فيها قبل؟ لا. ما سألني تعرف ولا ما بتعرف يعني فورمان، بس انه مش شاغل فيها قبل. قال لي اوكي. كان نهار جمعة، سبت احد التنين الساعة 9 بدق لي المهندس بوعيني، قال لي شو بدك تشتغل؟ قلت له ايه. قال لي انزل على الورشة. حلو وبلشت شغل. هذا تدبير الرب اكيد. لا سألك شيء ولا عارف عنه ولا شيء ولا شيء حد ولا قال لي شو بتعمل. خبرني مجتمعنا كيف صار؟ تقدم شوي فكريا تجاه التأقلم مع سجين؟ يعني إذا رح تتقدم على شغل وعرف أنك كنت سجين بيطلع فيك بغير نظرة، بخاف منك، بخاف يشغلك، يعطيك مسؤوليات، كيف صار الوضع بالمجتمع؟ في مشكلة كتير كبيرة عنا بلبنان يلي هي السجل العدلي. نعم. أول ما يطلع السجين من الحبس إذا كنت عامل جرم جناية أو جنحة، إذا جنحة بدك 3 سنين تتبيض سجلك، إذا جناية بدك 7 سنين تتبيض سجلك. يعني تخيل 7 سنين مثل كأنه واحد حطت لك أرمة على ظهرك، أنا سجين. أنت مجرم. أنا مجرم 100%، أنا مجرم مش أكتر من سجين. ما في مجال للتوبة، ما بيفهموا فيها. إيه حتى لو شو ما عملت، كيف ما تغيرت ما تغيرت، خلص كل الناس بيسقون إذا بدك بنفس العصا. هيدي أكبر مشكلة وياريت بغيروها، لأنه يمكن كتير أشخاص أنا بعرفهم من الأشخاص اللي تعرفت عليهم بالحبس، ومن بعد هلأ بقى أنا اللي عم بعمله مع الأشخاص اللي بيطلعوا والمرافقة اللي بعملها معهم. نعم. كتير هيدي بتعملهم مثل عقدة ذنب براسهم، انه انا ما فيني اشتغل، ما فيني دفتر السياق، ما فيني اعمل كثير قصص ما فيك تعملها. بتشلهم اكيد يعني مستقبلهم تحطم. ايه. خلص وبيرجعوا للتجاره المخدرات وللحبس لانه فاقدين العمل 100%. سبب من الاسباب، مش هو السبب الاساسي طبعا، بس سبب من الاسباب، لانه مثلا انا عندي نفس الكا، بس انه لا الحمد لله قررت امشي على الطريق الصح لو شو ما صار. خلص قررت
امشي مزبوط. انت لانك اختبرت الرب يسوع، اكيد اكيد بقوه يسوع اختبرت محبته واختبرت رحمته، بس غيرك ما صارت له هالفرصه او حتى ما فتح قلبه لحتى يفهم شو معنى هيدي الفرصه. مزبوط. بدي اسمع انا وياك ترتيله وروح على الفقره الاخيره. ارفعوا ابوابكم ايها الرؤساء، وارتفعي ايتها الابواب بدنا نراجع أنا وياك هلأ هالحياة الجديدة، حياة دخولك ملكوت السماوي، لأنه يسوع بيقول ملكوت السماوي هو داخل قلوبكم. العالم تقعدوا بتنطروا لمن بعد ما يموتوا وبدهم يعملوا سيرة حياة ليفوتوا عليها، بينما الرب يسوع أسهل بكتير قالنا أنتوا بعد التوبة فتوا بحالة الملكوت السماوي عم بتعيشوا معي. كيف فتت فيه أنت؟ شو عملت لحتى تقول له للرب يسوع تثبت له انك حقيقه سكنته بقلبك وصار جسدك هيكل للروح القدس؟ كيف صار في ثمار للروح القدس بحياتك؟ انا كثير بحب الطفوله الروحيه، ويمكن احسن شيء نسلم حالنا ليسوع. ماشي كب حالك بين ايدك انه انت بيي وخلص، انا شو بدي اعطى الهم شيء؟ عن جد انه هو اللي بيطعم العصافير، هو اللي بيهتم بالزنابق الحقل، هو اللي بيهتم بكل شيء، ما راح يهتم فيه؟ ما هو مات كرمالي وبيحبني اكثر ما يمكن بحبني كثير. ايه بس هذا المثل هو قاله لحتى ما نعطى الهم ونعيش بالقلق. إيه بيصير بدنا حبوب اعصاب. إيه بس مش معناتها نقعد بالبيت ما نشتغل. لا اكيد رجع انت رحت دغري اشتغل. لا اكيد ايه اشتغلت، بس انه كب حالك بين ايديه وهو بيدبر تتشتغل اكيد. لا مش انه تقعد بالبيت وهو يجي طعميك. إيه لا مش هيك، في ناس بيفكروا هيك. لا اكيد لا مش هيك. ايه بقى من بعد ما خبرتك كيف اشتغلت، بعدين رجعت فتت كمان مرشدية السجون. أنا هلأ كان عندك هم تخدم 100% تخلص نفوس بنعمة يسوع، عندك حماس كبير للخدمة. أنا هيدي بشوفها دعوة من يسوع. نعم دعاني لهذا الشيء. وكمان رحت فترة على مؤسسات أعطي شهادة حياة وخبر يسوع كيف غير لي حياتي، وشجع اللي مدمنين على المخدرات أنه لا أنتوا فيكم توقفوا مخدرات. أنت أبداً أبداً ما خضعت لعلاج؟ لا، علاجك أعجوبة من الرب يسوع. أكيد طبيب النفوس يسوع والأجساد، أنه ليك اللي بيشفي مكرسح، اللي بيشفي أبرص، اللي بيخلي الأعمى يقشع، رح يكي عليه واحد بيتعاطى مخدرات؟ أكيد لا، مجد للرب. نشكر الله، هو اللي غير لي حياتي، هو عم بيغير حياتي ورح يغير حياة ناس كتير. وبرعايتي أكيد بخدم بالكنيسة وبساعد قد ما فيني بالرعية، وأنا هلأ أمين صندوق لفرقة فرسان أنا بالضيعة،
أي ضيعة عنده؟ بنبي. أوكي، قريب على بيروت. آه. بس بعد شكل القرية. مزبوط. هلأ عم تأسس طلائع أنا عرفت كمان. هلأ مش أنا عم أسس، يعني في أنا الرعية والخورة وبنت عم نشتغل، كذا حدا عم نشتغل هذا الشيء. أكيد هو يسوع اللي عم بأسس مش نحن. نحن إذا شيء عم نخدم الرب. لما تحكي سجين عن الرب يسوع بيكون جاهز ليسمع لك ولا بيكون في بلوكاج يعني ما بده يسمع؟ حسب، في منهم بيكونوا جاهزين منهم لا. انت عليك تكب البزر والله هو اللي بينمي. انا هيك بفكر، يعني انا بقول اللي بدي اقوله، هو بده يستفيد اوكي، ما بده بالنتيجه هو يسوع راح يغير له قلبه مش انا، يعني الروح القدس هو اللي راح يحوله، هو اللي راح يغيره. يعني انا يمكن اقدر ساعده تيفتح قلبه ليسوع، اكثر من هيك ما فيني اعمل. نعم. ايه وكمان اكيد يعني عم باخد شيء لقلي لأنه بحاجة، عم بدرس لاهوت بالأبوتر بيجوني وهون بالتل الامير Disciples for Jesus كمان، يعني لأنه بحاجة كمان لنحن نتغذى روحياً. نعم. وفي عندي جروبات صلاة كمان من الوقت للتاني بنصلي، وجروبات على الواتساب كمان صلاة تنشروا كلمة الله خلال الجروبات على الواتساب. أكيد هيدي صار مجمل خدمتك. مزبوط. كل يوم كل يوم، كل يوم. هيدا غذاك الروحي. أكيد ملتزم إنجيل وقديس كل يوم الصبح بقرأ إنجيل، ما في بدي أقعد أنا ويسوع قبل كل شيء، يعني هيدا هو اللي بيعطيني القوة، وهو هيدا هو اللي بيعرفك على يسوع أصلاً، إنك تقرأ الإنجيل لأنه هو كلمة الله. صح. هو يسوع بحد ذاته. مزبوط. مثل راهب إجا واحد بيقول له علمني كيف صلي، قال له اركع. أخي عم قلك كيف صلي، قال له اركع. وهيك بك تتعرف على يسوع، بك تقرأ كلمته، اقرأ قصة حياته، اعتبرها قصة حياته، كيف بك تتعرف عليه؟ بتقرأ عنه تتعرف عليه. اخر سؤال بحلقتنا لليوم بدي افهمه منك، شو اللي شجعك تيجي تعطي شريط حياتك؟ ما بتخاف مثلا بكره انت مقبل على زواج فرضا او شيء انه اهل عروستك يقولوا لا هيدا كان سجين وهيك كانت حياته وعنده كل هالماضي، ما بتخاف من هالشيء؟ هن بيعرفوا كل شيء. في بنت عم بحكي انا وياها وان شاء الله خير، مقررين على الخير يعني انا وياها. هي بتعرف كل شيء واهلها بيعرفوا كل شيء. اصلا انا كثير بعمل شهادات حياه. الله يبارككم، يعني حلو انه نشكر الله منفتحين وعم بيعطوك فرصه انك تكون. مزبوط. بالمجتمع مثل اي شاب. كثير قلال اللي بيفكروا هيك. نعم. عن جد بيصيروا يدينوا وعندهم ثقه فيك. مزبوط. نشكر الله. ايه وبيعرفوا هني كل شيء. والبنت اللي بحكي معها انا وياها كمان معنا يعني تخدمه، نخدم سوا، هي كمان بالخدمه، هي بالخدمه يعني سوا. هي كمان ملتزمه مؤمنه. مزبوط. أصلاً لو منا ملتزمة يمكن ما قدرنا نكمل أنا وياها. هيدا اللي بدنا نحكيه بهيدي الحلقة أخوتي المشاهدين، نحنا كلنا منخطئ وكلنا معرضين للغلط وما حدا منا فوق راسه خيمة، كلنا بأي لحظة ممكن إبليس يلعب بعقلنا وننفصل عن الرب يسوع. ما حدا يقول ما في طريق للعودة، بالعكس الرب يسوع دايماً هو بي فاتح إيديه، فاتح قلبه، فاتح صدره لحتى يحضننا، لحتى يرجع يغسلنا مثل ما غسل خينا مارون بدموعه، ويرجع يطهرنا من كل خطية ومن كل دنس، ويعطينا فرصة وفرص جديد لحتى نكون أبناء لله، عم ننشر نور المسيح للعالم مثل ما خينا مارون رجع ينشر نور المسيح بعد ما كان منفصل عنه كليا. والله معكم.